شوفي انت موقوف يا سيد رمزي. ليش شو عامل؟ في شكوى ضدك سيد رمزي، رح نضطر نستضيفك كم يوم عنا بس لحتى نكمل التحقيقات بقضيتك. تفضل. سالم يلا صار وقت الصلاة، وضيت؟ ايه يلا مشو. أشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله. صلاة الجنازة يا إخوان، أثابني وأثابكم الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. الله أكبر. منيح اللي حط رمزي بالسجن هلا. أنا لازم أروح وأعمل شيء بسرعة. الله أكبر. إن شاء الله ما يكون حدا شافني. إذا ما رحت وشفت رمزي ما رح أرتاح. الله يرحمك يا سامية، والله زعلنا عليها كلياتنا. ايه ما حسيناها غير وحدة من العيلة. ايه مظبوط كانت هيك، بس الله يرحمها ما كانت من لحم لو دمنا، مو هيك؟ بس في شخص محطوط بالسجن وعم يتعذب هلأ، وهو من لحمنا ودمه من دمنا. ايه معقول لأنه سامية مرت أخي وقعت على الدرج لحالة يفوت رمزي على السجن ويضل بقية حياته هنيك؟ هو ما له علاقة، سامية اللي تفركشت لحالها بالدرج ووقعت على الأرض وماتت. أنا كنت موجود يا سالم، شفتها بعيني، ما وقعت لحالها، رمزي دفشها. أخي ليش لحتى يقتلها؟ شو رح يستفيد رمزي من موت سامية؟ أنا ما كان بدي أتدخل بالقصة بنوب، بس برأيي إنه سامية هي كانت السبب. أنا طبعاً بقصد يعني حسب معرفتي لو ما ضلت توز فوق راس عادل ما كان السيد عادل قدر يعاند إخواته الكبار. شو يا سيد أمجد؟ عم استنى جوابك. أحكي، كلام رمزي مزبوط ولا لا؟ لا يا حضرة الضابط، هو السبب. ليش هيك؟ ليش هيك؟ قديش رح يحكموا رمزي؟ ضيع حياته مشان شقفة أرض. مبين إنه نهاية العم رمزي هيك، هي آخرة الطمع وحبه للمصاري. ليش حبيبتي عمك سالم أنظم منه؟ ما شفتي شلون بيركض على المصاري؟ يا لطيف. يعني رمزي هو يلي قتله؟ سيد أمجد يلا بابا خبرهم الحقيقة. سيد أمجد جاوب على سؤالي رجاءً. انت بس قول اللي صار، ما في شي تخاف منه. رجاء لا تتدخل. ايه سيد امجد عم اسمعك.
عمي الله يخليك. ما بعرف حضرة الضابط، أنا ما شفت الحادثة. يلي قلته كله كذب. بس انت قلت لي غير هيك بابا. هذا يلي صار، يلي عم يقوله رمزي مزبوط. كذب. انت شو بيعرفك؟ ما شفتي شي بعينك. لا مو صحيح. شلون تقدري تكذبي وما شفتي شي؟ قلت رجاء ما حدا يتدخل ابدا. وين كنتي وقت الحادثه حليمه خانم؟ انا كنت رايحه لعند ساميه وشفت يلي صار. يا سيد فكرت، وانت شو شفت؟ كل شيء قاله عمي رمزي قدامكم مزبوط. وانت يا عمران شو شفت؟ والله اللي قاله بابا صحيح، كلامه مزبوط. معناتها رح اطلق سراح السيد رمزي فورا. فكوا يا ابني. الله موجود. قدرت تهرب من السجن بس ما رح تقدر تهرب مني. رح اخذ حقي بايدي. ابني عادل مو وقتها هلا. يا عادل رمزي بضل اخوك، سامحه. سامحه؟ مستحيل. خذوا مني كل شيء، المصاري والارض. بس سامية ما رح اخلي دمها يروح هدر. بتشوفوا انا رح اخذ حقي بايدي. تركوه لا حدا يلحقه. همه بكفي. شو بده يساوي عمي؟ اتركه بحاله. ليش كذبتي ماما؟ ما كنتي هونيك؟ شلون بتحكي هيك قدامهم؟ يا عيني انا كنت هنيك، انتي ما شفتيني. بعدين بهديك اللحظة مين كان شايف في التاني لك بنتي؟ انت عم تكذبي امي، عم تحاولي تخبي بس مبين بعيوني. يا كذب هاد، ليش لحتى اكذب؟ ما كان بيخطر ببال مرت عمي سامية انك بتكرهيها وبتحقدي عليها. وأوس محظوظ كتير لأنه ربته أم مثل مرت عمي سامية. بحياتك كلها ما رح تكوني مثل مرت عمي ولا تشبهيها أبدا. أنا بحسده لأوس كتير لأنه عنده أهل مثلهم. بس أنت ما بتشبهي الأم بشي. أنت رح تضلي تغاري منها طول حياتك، ما رح تكوني مثلها أبدا أبدا. بابا ليش عملت هيك؟ مرت عمي تصرفت معك شي تصرف غلط؟ شفتوا منا شي شغلة تزعجكن؟ وعمي عادل شو ذنبه كمان؟ ولا لأنه أصغر واحد فيكن يا بابا؟ مزبوط يا بنتي، عادل أخونا، بس لا تنسي رمزي أخونا كمان. والميت ما منقدر نرجعه، شو أعمل؟ تيما تيما وقفي. وأنا زعلان كمان، بس هيك صار. شلون بدي حط بابا بالسجن؟ حطي حالك مكانه. عمي فقد مرته وأوس فقد أمه، وأنت كمان حط حالك مكانه. يا سلام، الأمور مشيت مثل ما بدنا. بس عادل جن جنونه وما رح يقدر يسيطر على حاله هلأ. فكرت روح شوف لنا شو عم يساوي. لمين؟ عمك عادل. يلا روح بسرعة وخبرني شو عم بيصير. موسيقى
أخذوك مني يا سامية، كلياتهم تأمروا ضدي. بس وين رح يهربوا مني؟ رح أخذ حقي بإيدي. شو عم تساوي يا عادل؟ يا رب ساعدني، ما بدي أغلط ولا أتصرف تصرف ندم عليه بعدين. رمزي افتح الباب. شبك ليش عم تدق هيك؟ شو؟ من شوي رحت على بيت عمي عادل. ايه؟ كان حاطط المسدس بايده. خفت يجي لعندك لهون ويعمل فيك شي يا عمي. دير بالك، لأنه عمي عادل كان ضايج كتير. أنت لا تاكل هم. عادل ما بيعرف كيف يستعمله. شكراً. جنيت يا عادل؟ قدرت تهرب من السجن بس ما رح تقدر تهرب مني. رح اخذ حقي بايدي. سامحه؟ مستحيل، خذوا مني كل شيء، المصاري والارض. بس سامية ما رح اخلي دمها يروح هدر. رح يعملها؟ معقول يعملها؟ والله بيروحني المجنون. ليش وصلت الخبر فورا لرمزي؟ شو ساوي بابا؟ مبين انه عمي عادل رح يقتل عمي رمزي ولازم يدير باله منيح. ماشي، لا تعيدها. وشوف هلا شو بده يصير. طلع النمر لا يصيد فريسته مو. سكينة، وين انتي سكينة؟ جاية جاية، يلا لا تعيد. ما عم قدر امشي بنوب مسمار اللحم. شيلي لي يا بشان ارتاح. وليش عم تضحك هيك؟ شو في شي بيضحك؟ عيب عيب عيب، ضحكتك واسي لأدنك ومرت أخوك متوفاية. أنا هيك بس بشوفك ببسط كتير. ماشي، رمزي أخذ جزاؤه، خليك عم تضحك. أي جزاء؟ رمزي صار بالبيت هلأ. ومين طلعه؟ رمزي قال انه سامي وقعت على الارض وماتت لحالها، والكل شهدوا له، حتى حليمة شهدت بانه كان حادث ورمزي ما دخله. والله برافو عليها لهالمرة. كلكم اتفقتوا عليه وطالعتوا عادل كذاب مو هيك؟ والله عيب عليكم. احترقت ولك شو عملتي؟ حرقتوا قلب عادل. اذا احترقت رجلك بسيطة، وهي حليمة كمان حسابها معي بعدين، انا بورجيها. ولك رجعي لهون. حرقتيني. انت ليش قاعد هيك؟ قوم جيب لي مي باردة. مين هاد؟ أهلين يا أختي، حماتك بتحبك، هلأ عملت الشاي. يلا تفضلي، ليش واقفة على الباب؟ ما بدي فوت يا حليمة، جيت لأسألك شو هذا اللي سمعته اليوم منك؟ وليه؟ شو عملت اليوم؟
انتي ما رح تبطلي كذب ابدا. تفو بكفي، انا مالي علاقه، انا بس جاوبت على اسئلتهم وحكيت يلي شفته. احكي لي شو شفتي، شو اللي صار لما كنتي هنيك؟ شفت ساميه واقفه عم تتخانق معهم، وبعدين صار يلي صار، اتفركشت ووقعت على الارض. انتي وحده كذابه يا حليمه، يا عبي شوم عليكي. تفو والله هيك شفت قسما بالله. لا تحلفي بالله كذب يا حليمه، بكره الله رح يحاسبك على هالشي كله. الله ما بينسى حدا وما بيترك حق المظلوم يروح، وعرفي اني رح اجي لهون وحاسبك يا حليمه. تعرف اني حاسس امي هلأ رح تطلع وتجي لعندي لابسة ملايتها وتقلي شو طبخة اليوم. لك انا بموت على طبخة، بس هلأ ما عادت حس بطعمة شي يا يعقوب. صدقني يا أوس، انا حاسس كتير بشعورك، والله لا يفرجيها لحدا، بس مرت عمي سامية ما كانت رح تتحمل الزعل، ولو شافتك هيك كانت زعلت اكتر. يلا عن إذنكم، دير بالك منيح أوس، بخاطرك تيمة. أوس فوت نام شوي وارتاح. لا ما رح أقدر نام، كنت كتير مبسوط لما رجعت على البيت، بس هلأ نهائياً كنت عم بحلم بأيام حلوة مع بابا وماما، بس أمي ماتت وبابا متحطم، وهدول اللي كنت مفكرون عمامي طلعوا راكدين ورا المصاري. ليش هيك؟ ليش هيك عم يصير معي؟ يعني كان غلط إني رجعت لهون؟ شو قال لك الدكتور محمود؟ قال كيف ما كان رح يجي دكتور على ضيعتنا، وقالنا تعالوا لهونيك ونشتغل شغل حلو كتير مع بعضنا. بس انتو اجيتوا لهون؟ ايه جدي بده هيك. يا ابني الحياة صعبة هون، ما بتعرف شو مخبالك، ما حدا بيحب لكم الخير والعيون عليكم والحكي لكم انتو اتنين. والله ما عم بفهم عليك شي. اعراض جرحك بس مو على كل الدكاترة، لأنه هذا راح يكون صعب، أنتوا قلوبكم صافية. مثل ما قلتي يمكن لازم ارتاح شوي. اشتقت لك تقبر قلب امك، والله كبرت وصرت دكتور كبير، بس امتى بدنا نشوفك عريس؟ بتحب نروح بكره ونطلب لك اياها من اهلك؟
يا رب، ما عم اقدر اتحمل، ساعدني، ما عم اتحمل. عادل راح يقتلني. خير يا أوس؟ في شي يقول؟ بابا اجى لهون عمي؟ لا والله ما شفته. وعمي رمزي؟ كمان رمزي ما شفته. ابني شو في؟ عود وقلي. لا تقوم بابا، مبين انك شربان كتير، لازم تدير بالك على صحتك. شلون بتفوت على البيت مثل الحرامية؟ لشغل هالضو ومنشوف بعض. لا وقف، شو جنيت يعني؟ عادل بده ينتقم مني، بيكون عم يدور علي، حاطت براسه يقتلني، وانت كمان انتبه على حالك، ناوي على الشر، عم يدور علينا بكل قرنة، رح يقتلنا وما رح يسأل. عمي عادل ما رح يأذينا، مو لهالدرجة. ايه طبعا، انت مانك حاسس بنوم. خلاص بكفي، شو ما بده يصير انا لازم اطلع من البيت. عمران، عمي رمزي بالبيت. ليش شو بدك منه؟ بابا طلع معه مسدس، الله يستر. شش، طلع فيني ولا؟ حزنت عليكم وزعلت، بس والله إذا بيصير شيء لأبي ما رح أرحم حدا منكم بنوب، فهمت؟ ولك أنا عم دور عليه لحتى ما يصير شيء، مالي جاي لأسمع الحكي. اللي بتعرف وين عمي ولا لا؟ ما بعرف، هلأ طلع. أهلين يا ابني. مرحبا جدي. بابا اجى لهون شي؟ لا والله ما شفته. شو في؟ بابا كتير معصب، منهار، ما عم يحسن يسيطر على حاله. خبرني شو في؟ صار شي معكم؟ عم بدور على عمي رمزي واخذ سلاح معه. اخذ المسدس وطلع من البيت، دورت عليه بكل محل ما لقيته. خبرني شو ساوي. عادل مؤمن ومو ممكن يساوي شي غلط. لو انك شفته يا جدي، طلع من البيت والشر بعيونه، ان شاء الله ما يعمل شي. انا رايح دور عليه، ان شاء الله لاقيه. أنا رح أجي معك كمان. أنت خليك، ما بعرف وين بدي دور. خلص لا تأكل هم، خاطرك. أولادي اثنين صاروا أعداء، صاروا عم يلاحقوا بعضهم مثل كأنهم بحرب. الامتحان صعب يا علوان.
والله صعب كتير. الدنيا إذا ضحكت لنا مرة بعدها بتبكينا ألف مرة، بس إلي بدها تبكيني مليون مرة. كان معك حق يا علوان، كان معك حق. الموت بتل الغار بيفصل الناس عن بعضهم البعض. عمران يلي فقد أمه من سنين، وأوس فقد أمه هلأ. ردت فعل عمران مثل ردت فعل أي شخص ثاني، وهي إنه يبكي ويزعل. وفي ناس ما بيهمهم الموت، بيتفرجوا عليه عادي وبيكملوا طريقهم، وما بيعرفوا إنه الموت جايين، وأبواب القبر ما بتتسكر. الشغلات المهمة بالحياة ما بتتحمل التأخير، وبالآخر ما راح تحصد غير نتائج أعمالك. بس شو الفائدة؟ لأنه بضيعة تل الغار الموت على رأس سلاح عم بيدور على حدا ليقتله. بس الانتقام آخ أسوأ شي بالحياة. شو بده يحل؟ شو بده يرجع؟ الانتقام جريمة مو مبررة، ما في قانون بالعالم بدافع عنه، وهي اللعبة ما بيطلع حدا منها ربحان أبدا. الانتقام شو يلي قدر يرجعه لهلأ بالقتل والتدمير؟ بس الغضب نصب مصيدته بتل الغار وسودت الدنيا. الناس اجوا لعند حافة الهاوية عم يستنوا التار. معقول يقتل شخص تاني وهو على حافة الهاوية وهو رح يروح؟ معقول يموت حدا بهالصراع؟ مو معقول. بس للأسف الغضب شال عقول بتل الغار، أخذ الأرواح وملت النفوس بتل الغار. معقول راح كل التعب يلي تعبوه بهالضيعة؟ الانتقام ما كان لازم يكون أخ لأخوه، ما كان بده غير نور بسيط ليبعده. أوس معقول هو النور يلي راح يمنع يصير هالشي؟ عمي علوان، عمي علوان، عمي انت منيح؟ ليش عم يبكي العم علوان هيك؟ ما عم بعرف، ما عم يحكي، بس كأنه عم يشوف شيء رحنا ما منشوفه. عمي علوان قلي لشوفي، شبك؟ شو عم تشوف؟ عمي علوان شوفي، عمي علوان رح يصير شي تيمة، واضح انه عم يشوف شي. وشو رح يصير اكتر من اللي صار يا أوس؟ يمكن العم علوان مزعوج من شي. لا يا تيمة، كانت هيك تمام حالته لما ماتت امي، مثل هلأ بالضبط. تعرفي اني نسيت روح على المحل؟ أوس لوين؟ عمي علوان، عمي علوان، عمي علوان انت منيح؟ يوم جديد بلش بضيعة تل الغار. هاليوم رح يكون مميز، وما حدا بيعرف شو مخبي لضيعة تل الغار. الطمع بيقدر يسبب مشاكل مثل القتل. الأشخاص يلي بيعرفوا ليش هن موجودين على الأرض، أشخاص حساسين وطيبين، بيشتغلوا لحتى ياكلوا ويكون عندهم حياة حلوة وسعيدة. أما الأشخاص يلي ما بيعرفوا ليش هن موجودين على الأرض، أشخاص مملين وحقودين،
مشكلة صغيرة بيعملوا منها مشكلة كبيرة كتير، لدرجة انهم ما بيعرفوا شو هو الحب. بيشتغلوا هن مبسوطين، بس ما كان شغلهم بالعتمة دائما، مع انه الحب هو النور بحد ذاته. بعدو لك على مهلك. اليوم الغيوم السوداء عم تغيم فوق ضيعة تل الغار. الاخوة بلشوا يتخانقوا مع بعض ويقتلوا بعض. الطمع والحقد عم عيونهم، واذا اجتمعوا مع بعض معناها في قتل. رح يموت ناس ابرياء من شان اسباب تافهة، وهالشي ما بيترك وراء الا الحزن والوجع. ما منقدر نعمل شي الا نشوف ونسمع. اخي عرفت شو صار بالاخ رمزي؟ لو ما تقول ليش عمل هيك؟ قتل اخوه. معقول حدا بيقتل اخوه؟ خبر الشرطة بسرعة. بابا شو عملت؟ انا بابا جاوبني. انا بابا. يا لطيف عم عادل على مهلك. بابا ليش يا بابا ليش؟ أخ عمران افتح الباب يا أخي، افتح الباب يلا بسرعة. أخ عمران افتح الباب. أخ عمران افتح يلا، افتح الباب بسرعة. عمران يلا. شو بده هذا من الصباح؟ أخ عمران أخ عمران افتح الباب. أخ عمران تعال بسرعة افتح الباب. لك ليش عم تعيط من الصباح؟ أبوك مات يا عمران، قتلوا المعلم عادي. يا بابا ليش قتلته؟ أنت بتعرف هلأ شو عملت؟ لك أنت قتلت أخوك؟ بس قل لي شو استفدت؟ يعني ماما بدها ترجع تعيش؟ أمي ماتت الله يرحمها، شو ما عملت ما رح ترجع. ليكك هي قتلته، أمي رجعت شي؟ تعال معنا. والله لا قتله، والله لا افهم. قاعد عنه، قاعد اهدى برفيقان. رجع لورا، رجع لورا، خلينا ناخذ على المشفى. لك هذا قتل ابي. يلا يلا بسرعه، يلا بسرعه، خلوا عنه المشفى. ليش قتلتوا لابي؟ ليش بابا. ليش ولك؟ عم بسألك جاوبني، ليش قتلتوا لابي يا حيوان؟ طول بالك. ليش قتلتوا؟ عمران ما بصير هيك. بعد عني دبحتك قبل هلا، قلت لك اللي بيقرب من ابي راح اذبحه بايدي هي. اهدى يا عمران اهدى، طول بالك شوي. أوس ماله علاء، بعده عني. بابا بابا بابا. ممنوع يا سيد. بعد هيك بابا بابا بابا. عمران قوم، طول بالك ما في داعي، قوم امشي معي. يلا امشي. جدو خير شباك؟ بابا بتحب اقري لك بيت كمان؟ لا. الو. ايه اوس شو صار معك؟ عرفت وين مكان ابوك؟ بابا جدي شوفي بابا. جدي بابا. جدي شو صاير؟ بسرعة جهزوا لي الإسعاف. أنت ما في داعي تفوت، خليك هون. استنى شوي. يا خالتي ما بصير تفوتي. شو صاير؟ دخيلك يا رب رمزي.
ابني رمزي شو صار له؟ عمران طول بالك يا حبيبي، لا تبكي، الله يرحمه. رمزي ليش هيك عملت يا عادل؟ ليش لهون وصلت فيك يا عادل انك تقتله؟ الله لا يسامحك على هالعملة هي. يلا احملهم. الله يرحمك يا رب، يغفر له وسامحه يا رب، واجعل مزفوه الجنة يا رب العالمين. طول بالك، لا تبكي، انت ادعي له الله يرحمه، البكي على الميت حرام وما بيجوز. ابوك مات بس نحن ما رح نتركك لحالك ابدا يا عمران. وعادل رح يكون حسابه بعدين ورح تشوفه. استنى يا سالم. بقي بحياتك عمران. عمران قوم معي يلا. عمران لا تضل هون، قوم يلا يلا يلا. تعال امشي يلا. أوس هلأ سمعت بالخبر، زعلت كتير، أنت منيح؟ لا تخافي، أنا منيح. الوضع صار تمام، روح انت. طمني سيادة الضابط. أبوك صار معه حالة انهيار عصبي، اليوم رح نخليه هون منشان نطمن عليه أكثر، وبكرة رح ناخده معنا على القسم إن شاء الله معافى. أنت خليك هون. حاضر سيدي. لا تتحرك من مكانك وما تخلي حدا يقرب منه أبدا. أوس إذا بدك بضل هون جنبك. ما في داعي تضلي، روحي. سالم طول بالك شوي، وانت كمان يا أمجد، ما بيصير هيك. أنا بعرف شغلي معه منيح. أوس عمي يا أهلين، منيح اللي إجيتوا. بعد من وشي ولك عين تحكي كمان؟ أنت وأبوك اللي خططتوا لهالشي مو هيك؟ أخي شو هالحكي هاد؟ أنا ما عم أكذب لك، قتلوا أخي. وينه عادل؟ أنا فرشي اللي لشوف وين متخبي هالمجرم. عفوا يا سيد لا تعذب حالك، ما رح تشوفه، صار موقوف هلأ. هذا مو لازم توقفوه، لازم تعدموه. هالمجرم قتل أخوه ولك قتله. أخي بكفي. شو صار لك؟ وأنت؟ كأنه اللي عم تحكوا عنه مو أخوكم. أوس كيف عادل؟ السيد عادل بخير وتحت المراقبة، بس ما فيكن تشوفوه قبل ما ناخد إفادته، ما في داعي حدا يضل هون. والبقية بحياتكم. أوس شو هلأ؟ عمران ما بصير تعمل هيك بحالك، تعا ارتاح اشرب مي. بتحب اعمل لك شي؟ ما بدي شي. اوف شو هالمصيبة، اوف من وين عم تجي هالمصايب علينا؟ لك هاد ما في بقلبه رحمة، اوف حاول انه يحطه بالسجن وما قدر، ضل وراه لحتى قتله، كيف له قلب يعمل هيك؟ اوف لك اخوه هاد. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ماني مصدق كيف هيك قتله. اخ يا اخي اخ، مثل ما بيقول المثل، الحجر اللي ما بيعجبك بيفجعك.
كلامك مظبوط يا أخي. الله يكون بعون أوس هلا، وعمران كمان نفس الشيء. المسكين شو صار فيه؟ عمتي انتوا روحوا، انا عندي شغله لازم اخلصها. يا عمتي دير بالك على حالك. خاطركم. تيمة اسمعي، انا لازم روح لعند عمران، بس ما فيني اترك اوس لحاله وهو هيك. شو رايك تلحقيه بس بدون ما يشوفك؟ ماشي.